بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، اليوم نقدم لكم تمرين تطبيقي من أجل فهم درس توازن الجسم خاضع لقوتين. وهذا التمرين يتكون من يقول هذا التمرين: نخضع كل من الأجسام التالية لقوتين. أولا، حدد الجسم الذي يوجد في حالة توازن معللا جوابك. هنا عندنا عدة أجسام: جسم واحد، جسم جوج، جسم ثلاثة، أربعة وخمسة. فكل جسم خدعناه جوج ديال القوى. مثلا هذا الجسم الأول هذا، كاينه واحد القوة F1 هنا وقوة أخرى F2 هنا. هذا الجسم هذا نعتبره بحال ورقة مستطيل ولا ورقة، شي حاجة اللي هي صلبة، وكنخدعوها جوج ديال القوات. بحال مثلا عندنا مثلا هذا الجسم هذا نعتبره مثلا هو هنا واحد هذه الورقه هذه، خدعناه جوج القوى. واحد القوه كتجبد من هنا، كتجبد من هذه الجهه هذه هكا غدا في هذا السونس بحال كتجبدها من هنا الورقه. وهذه الورقه الاخرى بليتو هذه القوه الاخرى بحال درنا واحد الخيط هنا وكنجبدو، اولا بيدينا وكنجبدو من هنا. اش بغينا نقولوا؟ بغينا نقولوا هذا الجسم واش غيكون في حاله توازن ولا لا، ولا وخصنا نعللو على الجواب ديالنا. مزيان، اذا هنا غادي تحاولوا تجاوبوا، ديروا الاجابه، توقفوا الفيديو تجاوبوا، ومن بعد نشوفوا جميع الاجوبه جميعا. مزيان، واش الى كنتوا ساليتوا الاجوبه ديالكم وتخدموا الفيديو، بعد غادي نشوفوا الاجوبه كاملين. الوغ نشوفوا الجسم واحد، هل هو في حاله توازن او ليس في حاله توازن؟ إذا هنا دائما كنرجعوا للشروط ديال توازن جسم صلب خاضع للقوتين اللي شفنا في الدرس. إلا كنتو ما شفتوش الدرس خصكم ترجعوا تشوفوا الدرس باش ممكن يجيكم ساهل، يجيكم بمعنى ساهل. إلا ما شفتوش الدرس وما عرفتوش لي سينتاجات ديالو، راه بالتالي راه غتجيكم شوية الأجوبة. ولذلك خصكم ضروري تشوفوا الدرس وتعرفوا على من يتكلم باش يجيكم الأجوبة ساهلة. إذا هنا نبداو على بركة الله. كيف ما شفتوا هنا، كيف ما عطيتكم المثال بحال مثلا هذه الورقه هي هذا الجسم هذا المستطيل هذا. اذا جينا نشوفوا هنا، درنا هنا جبدنا هذه الورقه من هنا وجبدنا من هنا، اش غيوقع لهذه الورقه؟ واش غتكون في حاله توازن؟ ما غاداش تكون في حاله توازن، غادا تكون كدور في هذا لو سونس. اذا وبالتالي ما يمكنش تكون هذا الجسم هذا في حاله توازن، هذه من جهه. من جهه اخرى حنا غادي نشوفوا شروط توازن جسم خاضع لقوتين. اش هي هذه الشروط اللي كنا قلنا؟ قلنا الشروط، اول حاجه غادي نشوفوا واش عندهم نفس الشده. مثلا تنجيو هنا نشوفوا كنلقاو هذا الشد هنا، الطول ديال هذا القوه، الطول ديال السهم ديال هذه القوه بحال بحال الطول ديال السهم ديال هذه القوه هذه. اذا عندهم نفس الشده. واش عندهم منحيان متعاكسان؟ الى جينا نشوفوا هنا كنلقاو المنحه ديال هذه غادي من هنا من هذه النقطه نحو الاعلى، وهنا غادي من هذه النقطة نحو الأسفل. إذا عندهم منحيان متعاكسان. مزيان، هذه جوج شروط هي كاينة. بقى لنا الشرط اللي هو واش هذا الجسم هذا، هاد جوج القوى عندهم نفس خط التأثير. إلا جينا نشوفوا هذه القوة هذه اف ان، خط التأثير ديالها هو هذا المستقيم هنا اللي غادي هكا في هذا السونس. ولكن بالنسبة لهذه القوة اف دو، خط التأثير ديالها هو هذا المستقيم، يعني هذا المستقيم ماشي هو هذا المستقيم، وبالتالي ليس لهما نفس خط التأثير. ولا ما كانش عندهم نفس خط التأثير، بالتالي اش غادي يمكن نقولوا؟ بأن الجسم واحد ليس في حالة توازن. هادشي اللي غادي نكتبوا، غادي نقولوا الجسم واحد ليس في حالة توازن تحت تأثير القوتين F A و F 2، ليس في حالة توازن لأن القوتين F 1 و F 2 ليس لهما نفس خط التأثير. إذا احنا شفنا الجسم رقم واحد
في الحالة بأنه ليس فيه توازن. دابا غادي نشوفوا الجسم رقم جوج اللي هو هذا. هذا الجسم رقم جوج اش كنشوفوا فيه؟ كنلاحظوا بأن عندنا واحد القوة غادية اف دو في هذا المنحة، وكذلك القوة اف ا غادا في هذا المنحة. مزيان، إذا شدينا هذه الورقة كذلك وشوفوا مثلا عندنا هذا المستطيل هذا وجريناه، شديناه من هنا كنجبدوه من هنا وهنا كندفعوا، اش كيوقع لهاد الورقة؟ واش تبقى في حالة سكون؟ لا، غادي تولي في حالة حركة، يعني ليست في حالة توازن. ها إذا هنا أشنو غادي نشوفو؟ كنشوفو بأن هاد القوة اف ان والقوة اف دو عندهم نفس الطول. هاد السهم هذا اللي كاين هنا بحالو بحال في الطول ديال هاد السهم هذا، إذا عندهم نفس الشدة. مزيان، نشوفو واش عندهم نفس خط التأثير. كنجيو كنلقاو بأن عندهم نفس خط التأثير، لأن هاد القوة اف دو و اف ان هما عندهم نفس المستقيم، نفس خط التأثير. مزيان، بقى لنا الشرط الثالث اللي هو واش عندهم منحيان متعاكسان. ملي كنشوفوا هذه القوة اف ان كنلقاوها من هذه النقطة نحو اليمين، وكذلك هذه القوة اف دو من هذه النقطة نحو اليمين، إذا عندهم نفس المنحة. ها إذا كان عندهم نفس المنحة فبالتالي هذا الجسم هذا ليس في حالة توازن. إذا هذا الشيء غنقولوا الجسم رقم جوج ليس في حالة توازن لأن القوتين F1 و F2 ليس لهما منحيان متعاكسان. فوالا، احنا بينا علاش هذا الجسم رقم جوج ليس في حالة توازن، لأن باش يكون عندنا واحد الجسم في حالة توازن لازم يكونوا فيه ثلاثة ديال الشروط، وهي خص يكون عندهم نفس خط التأثير، ويكون عندهم نفس الشدة، ويكونوا عندهم منحيان متعاكسان. إذا غير شرط من هاد الشروط ما كانش، فهاد الجسم راه ما غيكونش في حالة توازن. مزيان، نشوفوا الجسم رقم ثلاثة. هاد الجسم رقم ثلاثة عبارة عن مربع، ها؟ وهنا هاد القوة اف ا مع القوة اف دو، هاد الأسهم ديالهم راها نفس القياس عندهم. مزيان، إذا هنا أش كنلاحظوا؟ غادي نشوفوا هاد الشروط بثلاثة واش كاينين. الشرط الأول مثلا غادي نشوفوا واش عندهم نفس خط التأثير. إلى جينا نشوفوا راه عندهم نفس خط التأثير، ها هو هذا المستقيم هذا. مزيان، واش عندهم نفس الشدة؟ كنلقاو القياس ديال هذا السهم قدو قد هذا القياس ديال هذا السهم ديال القوة الثانية، وبالتالي غادي نقولوا عندهم نفس الشدة. مزيان، بقى لينا نشوفوا المنحة. تنشوفوا المنحة ديال هذه القوة اف ا غادي نحو اليمين، والاتجاه ديال القوة اف دو غادي نحو اليسار. إذا باش غادي نقولوا بأن هذا الجسم هذا بما أنه يتوفر على ثلاث شروط ديال توازن الجسم الخاضع لقوتين فهو في حالة توازن. وحنا نعطيكم ليكزومبل هنا ديال هذه الورقة مثلا، نعتبروها هي هذا الجسم هذا، هذا الجسم رقم ثلاثة. إذا شدينا بيدينا هنا ودرنا واحد القوة غتجبد هنا وقوة أخرى غتجبد هنا وعندهم نفس الشدة، فبالتالي هذه الورقة ما غادا تحرك لا اليمين لا اليسار لا الفوق لا لتحت، غادا تبقى في بلاصتها. إذا اش غادي نسميو هذه الحالة؟ هل الجسم في حالة توازن تحت تأثير قوتين لهما نفس التأثير، ها نفس الشدة، ومنحيان متعاكسان ونفس خط التأثير. مزيان، إذا هادشي اللي غنديرو هنا، غادي نقولو الجسم ثلاثة في حالة توازن لأن القوتين F1 و F2 لهما نفس خط التأثير، و
نفسه الشدة ومن حيان من حيان متعاكسان. مزيان. دابا ندوزو نشوفو الجسم رقم أربعة. هاد الجسم رقم أربعة واش هو في حالة توازن؟ ألوغ نشوفو واش في حالة توازن. أول حاجة غادي نشوفو واش عندهم نفس خط التأثير. إذا جينا نشوفو هنا كنلقاو هاد المستقيم مع هذا، هاد القوة اف ا والقوة اف دو عندهم نفس خط التأثير، عندهم هاد المستقيم بحال غادي فيه جوجهم. مزيان. واش عندهم منحيان متعاكسان؟ فعلا عندهم منحيان متعاكسان. إذا جينا نشوفو القوة اف دو كتجبد للتحت والقوة اف ا كتجبد للفوق، إذا عندهم منحيان متعاكسان. فوالا. اش بقى لينا نشوفو الشدة. الشدة هنا إذا لاحظتو مزيان هاد السهم ديال اف ا كبير، هو كبير بالنسبة لهذا السهم، الطول ديالو أكبر من الطول ديال السهم ديال القوة اف دو، إذا ما غاديش تكون عندهم نفس الشدة. إذا إلا ما عندهم نفس الشدة بالتالي هذا الجسم أربعة ليس في حالة توازن، وهو الدليل على ذلك. إذا جينا كذلك نفس ليكزومبل هنا، هنا غادي ندير واحد القوة كتجبد من هنا، قوة كتجبد من هنا، غير هو ما عندهمش نفس الشدة. هذه القوة اللي على اليمين ديالي أكثر شدة من هذه اليد اليسار ديالي، وبالتالي غادي يبقى الجسم غادي في هذا المنحى هذا ليس في توازن. هادشي اللي غادي نقولو هنا، غادي نقولو الجسم أربعة ليس في حالة توازن. لماذا؟ لأن القوتين F1 و F2 ليس لهما نفس الشدة. واحنا جاوبنا على الجسم أربعة. دابا غادي نشوفو الجسم رقم خمسة. هل الجسم هذا هنا اش كنلاحظو؟ كنلاحظو عندنا هنايا هذا الجسم عبارة عن مستطيل، ها فيه واحد القوة من هنا لهنا غادي في هذا السونس، وقوة أخرى غادا لهذا الجهة. هنا بغينا نشوفو واش هذا الجسم في حالة توازن. أنا نعطيكم إكزومبل باش تفهمو أكثر. عندنا هذا الجسم مثلا، هو هذا مثلا، هو هذا لابغوس اللي عندنا هنا. إذا جينا وبدينا ندفعو بصبعنا من هنا، هي القوة إف دو كتدفع من هنا لهنا، وهذه القوة إف أ أش وقع مثلا حطينا صبعنا وكندفعو من هنا. ألوغ إلا بدينا كندفعو من هنا وكندفعو من هنا، وهاد جوج القوى عندهم نفس الشدة، لأن الطول اللي كاين هنا هو الطول اللي كاين هنا، إذا نفس الشدة وعندهم نفس خط التأثير، ها وعندهم نفس الشدة نفس خط التأثير، ومنحيان متعاكسان، لأن باش كندفعو من هنا وهنا هاد القوى منحيان متعاكسان. إذا هاد الجسم كيفاش غيكون؟ غيكون في حالة توازن. هادشي اللي غادي نقولو هنا، هاد الجسم هذا هو في حالة توازن. أش غادي نقولو؟ الجسم خمسة في حالة توازن لأن القوتين F1 و F2 لهما نفس خط التأثير، ونفس الشدة، ومنحيان متعاكسان. وهكذا أنهينا هذا التمرين. كنتمنى تكونوا فهمتوه مزيان وفهمتوا به هذاك الدرس ديال توازن الجسم خاضع لقوتين. إذا فهمتوه مزيان راه غادي يجيكم من بعد التمارين سهله ان شاء الله، غادي ندير لكم بعض السيريات ديال التمارين باش هكا غادي تزيدوا اكثر تفهموا الدرس مزيان. السلام عليكم.